بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سمو ولي العهد عن خالص تهنيه وتمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية لتحقيق طموحات وتطلعات شعب بلاده الصديق في المزيد من التقدم والازدهار.